استاذ محمد ابو مندور رئيس القطاع التجاري بشركه النيل للمجمعات الاستهلاكيه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم واسف على الرسائل. ايوه ده كده الصوت جميل وملعلع ومنور. جميل وجودك يا فندم. ربنا يخليك. فرحني بالرز. الحمد لله ده عندنا اقصده مطمئنه ان الرز الهند المستورد ب 20 جنيه. حلو. وعندنا رز ليمونيه عريض الحبه بيتراوح من 23 ل 25 جنيه. لا قول لي الكلام اللي احنا نفهمه بالبلدي المصري الفصيح، رز مستورد ده اللي هو يعني زي الرز البلدي بتاعنا ولا البسمتي؟ لا زي يعني العريض الحبه اللي هو البسمتي اللي هو رز هندي مستورد ده ب 20 جنيه. ده ب 20. رز عريض الحبه بلدي من 23 ل 25. ده رز الريليشن زيها زي كافه الشركات المنافسه. ماشي، يعني ده رز نمره واحد زي الشركات الجامده جدا قوي خالص؟ طبعا يا فندم طبعا طبعا. يعني جودته زي جوده الشركات اللي كانت تقول لا اصل انا هرفع المنتجات بتاعتي. يا فندم والله. وعندنا دلوقتي المخزن من الرز بدا يخزنه دلوقتي كميات كبيره، ان شاء الله في الايام القادمه بعد انتهاء العيد هتلاقي رز الخبر سعره اكثر من كده. طب انا عندي سؤال، الرز البسمتي ده عاده غالي جدا. لا انا بقول زيه مش بسمتي، ده هو رز الهند ده طويل الحبه زي البسمتي بالظبط. زيه يعني. المهم ان هو نفس الطعم يعني. ايوه فندم. ماشي، سؤال بقى الكميات وفيره يعني نروح على شركه النيل نشتري اللي انا عايزه؟ ده انا بطرح يومين بس انا ليا حصه في النصف الاولاني من شهر 6 3000 سم بستلم يوميا اكثر من 300 سم بيتم عرضهم في 313 فرع خاصين بشركه النيل وخاصه المكان. طب دي حاجه عظيمه جدا. طب الشيء بالشيء يذكر، الرز يحب السمنه ويحب الزيت. كل المنتجات اللي انا في شركه النيل وهسه ذكيه عندي رصيد كافي ثلاث شهور من السكر من الرز من الزيت من المثلي الطبيعي من المثلي المستورد، كل لازم ارسل احتياجات المواطن بكافه خلال العيد الاضحى المبارك ان شاء الله. طب سعر الزيت اخباره ايه اليومين دول؟ فرحني شويه. الزيت عندنا زيت حر بتاع التموين ب 30 جنيه. ماشي. عندنا زيت حر ب 45 جنيه زيت يعني عشان بينزل زيه بقى الفرق بينه وبين 60 جنيه لتر مقفول؟ لتر في 980 عشان 980 علشان الامانه. ماشي ده ب 45. ده ذره؟ لا ده خليط. خليط ماشي. اه اوكي، ايه كمان موجود عندي؟ انا بس عايز طبعا حضرتك ان الاصوله الموجوده من الزيت في الشركات المنتجه شركه الزيوت شركه ابو الغور شركه عندها اصوله مطمئنه ست شهور، ده ما يخوفنيش في زياده السعر او في السوق الخارجي، انا السعر ثابت عندي سواء كان في التموين او الحر. انا بصراحه احب شركه اسكندريه وشركه ابو الهول جدا جدا، يعني شركات تاريخيه بالنسبه لي بصراحه. الشركات الشقيقه تبع وزاره التموين طبعا طبعا طبعا. خمس شركات بيوفروا كافه انواع الزيوت. لا ما احنا عشان كده بنقول الاسم بصوت عالي مش هنقول حاجه. ماشي طيب، بما ان احنا بقى مقبلين على العيد، اللحمه اللحمه انا عاوز نفرح الناس قدر الاستطاعه والنبي. الحمد لله والشكر لله عندنا رصيد مطمئن من اللحوم التدانيه في ابو سنبل، ولكن كانت هناك تعليمات سياديه لتعدد المصادر ليس لقله الموجود ولكن لزياده المعروض. حلو. فوجود الارصاد دي عندنا بتسجل ثبات السعر 195 جنيه. 195 لحمه. اه اللحمه طازه وعندي اقبال شديد جدا 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 على المجمعات. ماشي 100 100. انا عارف ان الدفعه الاخيره كانت جايه من جيبوتي. الجوده رخص الاسعار. يعني انا هخش على شركه النيل هلاقي السكر من 20 ل 30، هلاقي لتر زيت خليط تحديدا 980، ده هيبقى حوالي 45 جنيه. تمام يا فندم. هخش هلاقي السمنه بتاعتي وهخش هلاقي اللحمه ب 195. ده بقى الجديد اللي الدوله عملته الرصيد اللي هو المطمن بقى لست شهور جايين، تم استيراد 25,000 راس حيه من جيبوتي. أيوة. موجودين دلوقتي في تريتوشكا في ابو سنبل في سفاجه، رصيد كافي يعني لثبات الاسعار ما بعد العيد ان شاء الله. اللحمه بتاعت جيبوتي دي بقى هتنزل على كام؟ برضه ال 195 ولا هنقل شويه؟ ما بشتري ارصده 25,000 راس زحمه بالفعل في الموارد بتوعنا علشان ياخدوا المرعى بتاعتنا والعلف بتاعنا. يتغير مذاقه بقى طبعا لما ياخد عندي يقعد الفتره دي كلها. أيوة. يغير موازنه ويغير مذاقه يبقى زي الحوزه دي الطازه. ودي هتخش عندي سعر المستهلك يبقى برضه 195؟
هي دخلت بالفعل، دخلت واقفه رؤوس حيه في المواني. لا انا فاهم لما هتخش بقى. لا انا داخل على المشافي والمتقطع. انا لسه موجود يا فندم، انا موجود في رصيد كافي عندي في ابو سنبل، ولو احتجت من ده هاخد. ماشي، يعني نجيب وندوق يا باشا تحت امرك. واللحمه طعمها حلو الحمد لله يا فندم. والله بقول لك في ثقه من المستهلك دلوقتي، لو الكاميرا بتاعتك نزلت مجمعات في اقبال شديد على اللحوم الطازه، هذا بالاضافه للحوم المجمده. عندنا لحوم برازيلي الاميره واحد ب 160 جنيه لحم كراتين برازيلي، وعندنا لحمه معبأة المكعبات ومفروم ب 170، وزي فرق بقى بينها وبين سوق الخليج عايز اقول لك 50%. يعني اذا كان عندي ب 170 بره ب 220 230. ولذلك هناك رقابه صارمه من القيادات السياسيه في المحافظه على توصيل الدعم للمستحقين. ارخص من بقيه السوق ب 50 جنيه في الكيلو. اللحمه المجمده. انا فاهم. البرازيل دي مرة واحدة. ايوه. عندنا اكثر حاجه فيها المعبى والمفروض ب 170 بره ب 220 230. ولذلك التعليمات ده من القيادات السياسيه كلها الدعم ده، الدوله بتحمل دعم نقدي لابد من وصول المستحقين. خير وبركه. كل سنه وانت طيب يا استاذ محمد، ونورت وشرفت واسعدتني بهذا الكلام. انا هروح هجيب لحمه وهعملها شوربه واشوف طلعت حلوه هقول، طلعت لا قدر هقول. يا باشا هنحتفظ. اشكرك يا استاذ محمد. شاشه محترمه وشاشه صادقه بكل ما نقول ان شاء الله. انا عارف ان حضرتك يعني عمرك ما هتقول كلمه تحمل اي معاني غير اللي بتقوله بمنتهى الجلاء وبمنتهى الصراحه. اشكرك جدا 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 يا استاذ محمد. استاذ محمد ابو مندور رئيس القطاع التجاري بشركه النيل المجمعات الاستهلاكيه.